أكد سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن أمن الشرق الأوسط ارتبط ارتباطا وثيقا بالأمن العالمي لمدة 70 عاما، وهو ارتباط ازداد قوة في الأونة الأخيرة، ومشيرا إلى أن أحد الأسباب التي دفعت مملكة البحرين إلى إطلاق حوارات المنامة منذ أكثر من عقد هو إدراكها أن الأمن الإقليمي لا يمكن معالجته بشكل فعال إلا كجزء لا يتجزأ من الأمن العالمي، وأن هناك حاجة لم تتم تلبيتها لجمع صانعي القرار من الدول داخل وخارج المنطقة. أضاف سعادة وزير الخارجية في كلمته أمام مؤتمر حوار المنامة في دورته 16 أنه من الضروري فهم كل المنظورين بشكل كامل، وهو أن تتمكن دول المنطقة من التعرف على مصالح ودوافع الأطراف الخارجية، بينما يمكن للمجتمع الدولي الأوسع فهم تصورات وتحديات أولئك الموجودين في الشرق الأوسط. أشار سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني أنه نتيجة لذلك تغيرت طبيعة الاهتمام الدولي بالأمن الإقليمي بشكل دقيق، فبعد الانتقال من سياسة القوة في الحرب الباردة والحاجة إلى تأمين إمدادات موثوقة من الموارد، ينصب التركيز اليوم تماما على ضمان أمن واستقرار الشرق الأوسط كمكون أساسي للأمن العالمي الشامل. أشار سعادة وزير الخارجية إلى أهمية التوقيع على إعلان مبادئ إبراهيم والذي سيكون له تأثيرات مهمة، مشيرا إلى ضرورة الاستمرار في المضي قدما للتغلب على العقبات وتحقيق هذه الرؤية، ومؤكدا الحاجة إلى الأصدقاء والحلفاء في جميع أنحاء العالم لمواصلة دعمهم القوي لجهودنا لحماية وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة. أكد سعادة وزير الخارجية على أهمية الاستمرار في السعي لإيجاد حل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي والذي من شأنه أن يفتح العديد من القضايا الأخرى في المنطقة، وعلى ضرورة مواصلة الدعم السياسي والاقتصادي والتجاري والدبلوماسي للمفهوم الأوسع لمنطقة آمنة ومترابطة تلعم بالسلام والازدهار. أوضح الدكتور عبد اللطيف الزياني أن أولئك الذين يعارضون مفهوم السلام في المنطقة سيعملون على تقويض أمن الشرق الأوسط وبالتالي الأمن الدولي بأي طريقة ممكنة، الأمر الذي يتطلب منا حماية المنطقة من مثل هذه التهديدات والعمل على الحفاظ على أمننا وردع من يهدده. قال عن إمكانية تحقيق من خلال اليقظة والمرونة والعمل على كثب مع حلفائنا لمشاركة المعلومات الاستخباراتية والتحليلات للتعرف على التهديدات المحتملة وكشفها ومعالجتها قبل تشكيلها بالكامل، مع التأكد باستمرار من أن بنيتنا التحتية المادية أو الاقتصادية أو الإلكترونية قوية بما يكفي لتحمل أي تهديد محتمل والتغلب عليه، بغض النظر عما إذا كان يتم تنفيذه بشكل مباشر أو بواسطة الوكلاء، مشددا على أن التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرة أمر بالغ الأهمية. أوضح سعادة وزير الخارجية أن دول المنطقة بحاجة إلى ردع أمني مرن يكمله الردع الإلكتروني والردع الاقتصادي والدبلوماسي النشطة، حتى يعرف خصومنا أن لدينا بشكل جماعي وسائل الرد الفعال والمتناسب على أي هجوم.